اليوم كان جمع عام قبل ذلك اسم السفر احمد السنديسي رئيس المنتدى ديال المجلس الجهوي للسياحه فاس بولمان. اليوم كان خصو يكون جمع عام نهائي ديال المجلس ديال فاس بولمان يعطي الحسابات يمشي في حالته ويتاسس لجنه تحضيريه باش يكون فاس مدينس. للاسف اليوم تعرضنا للسب والشتم، تعرضنا للدخول ديال عباد الله بدون قانون. كاين هنا واحد الورقه ديال جدول الاعمال اللي خصها تحترم، ما تحترم هادشي داكور. كاين ثانيا واحد الحضور للائحه ديال الناس هذا. اليوم لاحظنا بان واحد العدد من الناس تخلصوا من عند التريزوريه باش في دقيقه 90 باش يجيو يدخلوا باش يصوتوا، مش من القانون مش من الصفه. الناس اللي كانوا هنايا راه انسحبوا النص ديالهم مشاو بحالاتهم. هادشي كله تيدل بان فاس المدينة العتيقة اللي كانت تعرف بالاحترام ولا هذا، اليوم كاين انهاك ديال القانون كامل وما كاين حتى شي صفة. هاد الناس كلهم اللي هنا اليوم من غير البعض اللي كان عنده استدعاء تباقي كله جا دخل بالقوة فهمتي وبدون قانون. إذا أنا تنقولها بكل شفافية، اليوم فاس أعطت صورة قبيحة للناس ديال الجهات كلهم. الجهات كلهم عندهم أمور منظمة وقانونية وتتكون الأمور ديالها بسميتو باحترام القانون. اليوم كيف في الماضي دائما نفس السيناريو تتسادى الانهياك ديال القانون كامل للأسف. وأنا تنتكسف حقاش هادشي كله غير قانوني اليوم اللي وقع اليوم، وخص الناس اللي داروا الأمور غير قانونية يتحاسبوا عليها. شنو غديروا الحفال العام؟ حنا راه كاين هناك، شوف كاين الأمور كلها متقى وكاين الامور كلها تمشي للنيابه العامه، ومن بعد نشوفوا اللي عنده الحق في الامور ديالو الله يكمل بخير، اللي ما عنده حق الله يعاونه. انا تنقول لك رؤساء الجمعيات كلهم المهنيين اللي كاينين اللي عندهم سميتو القانونيه باش يتكلموا كلهم غير راضيين على هذا، وبزاف المهنيين اللي ما كانوش معلومين باش يحضروا اليوم راهم حتى هما غير راضيين على هذا الشيء اللي واقع. واليوم حنا ما بقيناش فاس بولمان، اليوم راه حنا ولينا فاس مكناس. هنا تنشوفوا غير الناس فاس. شكرا.